أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق، والبداية بالعناوين. القوات الجنوبية تضبط شحنة أسلحة بمحافظة لحج في طريقها إلى الميليشيات الحوثية. بمناسبة يوم اليد الحمراء، مطالبات لميليشيات الحوثي بالتوقف عن تجنيد أطفال اليمن. والهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي تنظم دورة تدريبية لتطوير العمل الصحفي والإعلامي. عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا مغلقا برئاسة الدكتور رشاد العليمي وبحضور جميع أعضائه لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية بما في ذلك مسار الإصلاحات الحكومية. وأكد المجلس مضيه في دعم الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وتسخير كافة الإمكانات لتخفيف من المعاناة الإنسانية وضمان استمرار الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والوفاء بالتزامات الدولة، خصوصا فيما يتعلق بدفع المرتبات لموظفي الخدمة المدنية والقوات المسلحة، إضافة إلى البعثات الدبلوماسية والطلاب الدارسين في الخارج. عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت اجتماعا برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة مبخوت بن ماضي، وناقش الاجتماع الإجراءات والتدابير المتخذة للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة وجهود دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية. وشدد محافظ حضرموت على ضرورة رفع اليقظة والجاهزية وتعزيز الإجراءات الأمنية للحفاظ على استقرار المحافظة. تمكنت القوات الجنوبية من ضبط شحنة أسلحة كانت بطريقها إلى الميليشيات الحوثية في الصبيحة شمال محافظة لحج. وأفاد مصدر عسكري باللواء الرابع حزام أو حزم التابع للقوات الجنوبية أن نقطة عسكرية تابعة للواء بمديرية طور الباحة، وأثناء تفتيشها الروتيني عثرت على كمية من الأسلحة من نوع كلاشينكوف محملة بشاحنة كانت بطريقها إلى الميليشيات الحوثية الإرهابية. أيدت محكمة حوثية حكما ابتدائيا جائرا صدر بحق الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي وقضى بسجنها ل5 سنوات. وكانت محكمة غرب أمانة صنعاء الخاضعة لميليشيات الحوثي أصدرت في نوفمبر من العام 2021 حكما بالسجن 5 سنوات على انتصار الحمادي ورفيقتها يسرى الناشري بموجب اتهامات ملفقة بتعاطي المخدرات، وذلك بعد أن رفضنا العمل لصالح الميليشيات في الإيقاع بخصومها. قالت تقارير دولية وبمناسبة يوم اليد الحمراء الذي يهدف لمكافحة استغلال الطلاب كجنود إن ميليشيات الحوثي ما زالت تواصل تجنيد الأطفال في حربها ضد اليمنيين. في 12 من فبراير من كل عام يطلق العالم ومن خلال ما يسمى يوم اليد الحمراء أو اليوم العالمي لمكافحة استغلال الطلاب كجنود، يطلق فعاليات بجميع أنحاء العالم للفت الانتباه إلى مصير الأطفال الذين يجبرون على العمل كجنود بالحروب. وأكدت تقارير دولية أن أطفالا قد خضعوا خلال السنوات الأخيرة للاستغلال في النزاعات المسلحة في عدد من الدول بينها اليمن. وبالرغم من أن القانون الدولي كان قد حدد مفاهيم استخدام الأطفال عسكريا بعدد من المعايير وتشمل القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف المعتمدة عام 1977، إلا أن أزمة تجنيد الأطفال في اليمن لا تزال مستمرة من قبل ميليشيات الحوثي التي تعتمد على عسكرة الأطفال وحشدهم لجبهات القتال وغسل أدمغتهم وتفخيخ عقولهم بالأفكار الطائفية. وشدد القانون الدولي على منع الأطفال دون سن 15 من الانضمام للقوات المسلحة أو أي جماعات مسلحة، ولا يجب أن يسمح لهم بالمشاركة في الأعمال العدائية، لكن الأمر في مناطق سيطرة الحوثيين مختلف تماما، وتتوالى التقارير الدولية التي تؤكد تورطهم في تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال في عمليات عسكرية. كما ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في اليمن إلى العمل على حماية الطفولة من مختلف التهديدات، وأخطرها أنشطة ميليشيات الحوثي الإرهابية ومناهجها التي تمجد فكرة حمل السلاح لدى الأطفال وتدعوهم للقتال، مطالبة بمواجهة جرائم تجنيد الأطفال في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وتبني برامج لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.
وبحسب آخر إحصائية حكومية والتي تزيد الأرقام الحقيقية للتجنيد عنها، فإن ميليشيات الحوثي جندت 35,000 طفلا منذ الانقلاب في عام 2014. تحولت حواجز ونقاط التفتيش في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى محطات للموت منذ بدء حربها، متسببة في إعاقة المسافرين وابتزازهم وقتلهم واختطافهم. تقرير حقوقي حديث معنون بنقاط الموت أفصح عن وقوع أكثر من 13,000 حادثة انتهاك من قبل الميليشيات الحوثية ضد المدنيين في نقاط وحواجز التفتيش المستحدثة على الطرقات في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، تسببت بمقتل المئات وإصابة الآلاف عدا عن عمليات الاختطاف القصرية. وذكرت منظمة حقوقية أنه ثبت بالدليل القاطع تورط نقاط وحواجز التفتيش التابعة للحوثي باحتجاز 289 قافلة مساعدة إغاثية وإنسانية في 16 محافظة يمنية تتصدرها الحديدة وتليها إب والعاصمة المختطفة صنعاء ومن ثم المحويت، لتحمل بدورها المنظمة الحقوقية المسؤولية الكاملة للميليشيات الإرهابية بمقتل 553 مسافرا والذين كان من بينهم الأطفال والنساء والمسنين. وذكرت المنظمة أن ميليشيات الحوثي قامت عبر نقاط وحواجز التفتيش بنهب ومصادرة مئات القوافل الإغاثية المحملة بالأغذية والمساعدات الطبية والمحاليل واللقاحات الخاصة بمرضى الكلى والسرطان ومكافحة الأوبئة، إلى جانب 24 شحنة تضم مواد إيواء للنازحين و38 شحنة نفطية. أما عن محافظة البيضاء والتي تصدرت أكثر المحافظات انتهاكا بحق المسافرين والمارة وسائقي المركبات، فقد سجلت أكثر من 2500 حالة تلتها تعز ومن ثم ذمار وإب والحديدة. وأفاد التقرير أن تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب وتنظيم داعش ارتكبا 458 انتهاك في نقاط وحواجز التفتيش التابعة لهم. وخلص التقرير إلى ضرورة تحييد شبكة الطرق والخطوط الرئيسية والفرعية والمنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعدم التقطع أو إعاقة الحركة والتنقلات عبرها كونها تندرج ضمن المرافق العامة والوسائل التي تخدم السكان المدنيين بكل فئاتهم وشرائحهم وتمس احتياجاتهم الطبيعية. نظم قطاع التدريب والتأهيل في الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي بالتعاون مع نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين دورة تدريبية تحت عنوان مهارات المحتوى الإعلامي المؤثر، وذلك لتطوير العمل الصحفي والإعلامي. تحت عنوان مهارات المحتوى الإعلامي المؤثر، نظم قطاع التدريب والتأهيل في الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي بالتعاون مع نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين دورة تدريبية لتطوير العمل الصحفي والإعلامي. انطلقت هذه الدورة تأتي في سياق خطة لدائرة التدريب والتأهيل من خلال إعداد العديد من الصحفيين والإعلاميين فيما يتعلق بالإعلام الحديث والإعلام المؤثر. واليوم نحن بهذا التدشين للدورة نطمح إلى العديد من الدورات وحلقات النقاش. حضرنا اليوم الدورة التدريبية بعنوان المهارات الإعلامية في المحتوى المؤثر، وإن شاء الله نستفيد ويستفيد الشباب كلهم إن شاء الله من هذه الدورة، ونشكر القائمين عليها. الدورة تهدف في مضمونها إلى تأهيل الإعلاميين والصحفيين الجنوبيين وإعدادهم بما يتماشى مع الوسائل الإعلامية الحديثة والمؤثرة، واستهدفت عددا من المؤسسات الإعلامية والصحفيين والإعلاميين. بالحقيقة نحن كشباب إعلاميين كنا نفتقر لمثل هذه الدورات التدريبية، ولكن الآن في الآونة الأخيرة وبوجود قيادة حكيمة، قيادة إعلامية حكيمة، استطعنا أن نقيم مثل هذه الدورات التدريبية، أن نستفيد مثل هذه الدورات التدريبية. كل الشكر والتقدير لمن هم يقفون خلف الستار من كادر إعلامي متميز.
هذه الدورة هي الأولى لنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين منذ تأسيسها، وستسعى مع الهيئة الوطنية لإقامة مثل هذه الدورات والورش والحلقات النقاشية التي ستنتشل الواقع الإعلامي والصحفي بما يسهم في تعزيز الرسالة الإعلامية الجنوبية. صالح حنش، الغد المشرق، عدن. دشنت جامعة حضرموت احتفالات الجامعة بالذكرى 30 لتأسيسها تحت شعار 30 عاما من العطاء من أجل بناء معرفي متميز ومخرجات تواكب المستجدات. 30 عاما من العطاء من أجل بناء معرفي متميز ومخرجات تتواكب مع المستجدات. تحت هذا الشعار دشنت جامعة حضرموت احتفالاتها بالذكرى 30 لتأسيسها. على مدار العام ستستمر الاحتفالات بالمناسبة. سيتم خلال العام تنفيذ العشرات من الأنشطة والبرامج الأكاديمية والبحثية والطلابية. تهنئة ورسالة تقدير وأمل. فأما التقدير فلعطائكم وجهدكم وإخلاصكم في تعليم المعرفة، وأما الأمل ففيما تنتظره بلادكم من جهد وعمل وإبداع. فالعلم والتكنولوجيا والإنتاج هي مكونات أساسية في عملية التنمية الشاملة. لقد بذل منسوب جامعة حضرموت من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والموظفين والطلاب كل بحسب موقعه جهودا جبارة مضنية، وقدموا بحسب الإمكانيات كل غال ونفيس للحفاظ على هذا الصرح العلمي الذي يمثل امتدادا لماضي حضرموت وهوية لحاضرها وأملا لمستقبلها. المحافظ مبخوت بن ماضي أكد أن جامعة حضرموت هي امتداد لثقافة حية جسدها أبناء حضرموت في كل دول العالم، ما يتطلب تجديد قيم العلم والمعرفة واستلهام عظمة الماضي كثقافة ومنهج وفكر. وأعرب عن الاعتزاز بما حققته الجامعة خلال 30 عاما الماضية من تطورات وإنجازات وتقديم للكادر المؤهل لأسواق العمل. عندنا دورة مع كريمة الصقور في الأردن، تدريب الكادر الأكاديمي، دورة حول مهنية يعني حول الإشراف الإداري والأكاديمي للقيادة الأكاديمية في الجامعة. أيضا في آخر يومين في الدورة معنا في يوم مخصص إنه كيف ممكن نتحول جامعة حضرموت إلى جامعة منتجة. تثبيت لحقوق كل منتسبي الجامعة وإسهاماتهم في هذا البناء خلال هذه السنوات الطويلة، طلاب قيادة للجامعة، رئاسة وكليات وعمادة ورؤساء أقسام وطلاب وموظفين، كل منتسبي الجامعة. مثل هذا الاحتفال يظهر مدى دورهم في ما وصلت إليه الجامعة خلال هذه الفترة الطويلة 30 سنة من تأسيسها. جامعة حضرموت التي تأسست في العام 1993 تضم 15 كلية ويتجاوز عدد طلابها 15,000 طالب وطالبة. ومنذ تأسيسها رفدت الجامعة أسواق العمل بأكثر من 40,000 خريج من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس من مختلف تخصصاتها. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. محافظ سقطرى يدشن ورشة عمل حول القطاع السمكي. من جديد أهلا بكم.
ترأس وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حمد لملس اجتماعا لمناقشة وإقرار موازنة البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية بالعاصمة عدن للعام الجاري، وقدر الاجتماع إجمالي المخصصات للبرنامج الاستثماري بأكثر من 18 مليار ريال، وبلغ عدد المشاريع للنفقات الاستثمارية حوالي 500 مشروع، كما بلغ عدد المشاريع الجديدة ذات الأولوية الخدمية من تأهيل للبنى التحتية وشبكة الصرف الصحي والتعليم وتحسين شبكة الكهرباء حوالي 190 مشروعا. دشن محافظ سقطرى المهندس رأفت الثقلي ورشة عمل بعنوان القطاع السمكي في أرخبيل سقطرى، التحديات والفرص المتاحة. وهدفت الورشة التي استهدفت موظفي هيئة المصائد السمكية للتعريف بالتحديات والفرص المتاحة في القطاع السمكي والتعريف ببرنامج الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتدخلاته في القطاع السمكي. أقامت السلطة المحلية بمحافظة شبوة حفل تأبين الفقيد أحمد طالب المرزقي مدير مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وقائد معركة الكرامة في وجه الغزو الحوثي لشبوة. المزيد في هذا التقرير. لأنه قائد معركة الكرامة أتى هؤلاء إلى هنا وفاء وعرفانا للقائد الشجاع أحمد طالب المرزقي في الحفل التابيني المهيب الذي نظمته السلطة المحلية بالمحافظة. المتحدثون تباروا في استعراض مآثر الرجل وسجل ذكريات الغزير بالمحطات المضيئة، وإن شاء الله يكون الحمل قادمة تشهد شبوة مزيد من التقدم بفضل دماء بفضل تضحيات الرجال الوطنيين من أمثال الأخ أحمد طالب وزملائه. ليس عنا إلا نعزي أنفسنا وأهلنا وكل القيادات المخصصين في لا غرابة أن تحضر الدموع في مقام تأبين أحمد طالب في وداعه الثاني، وله أن يستحق ذلك كقائد معركة واجه فيها مع مجموعة من أبطال شبوة ميليشيات الحوثي في قلب العاصمة الشبوانية عتق في إبريل نيسان من العام 2015، فأصيب واعتقل في مستشهد بعض من رفاقه. نحن نشكر كل من حضر إلى القاعة الحفل التابين، أخينا المناضل الشهيد أحمد طالب، نشكر القائم بأعمال المحافظ الوكيل علي الكندي ومدير أمن المحافظة وكل من حضروا ورئيس المجلس الانتقالي. الفقيد كان له دور وكان عنده شيئا واحد هو الشهامة، والشهامة لم يحصل عليها إلا رجل ذو صفات متكاملة وعديدة. نشكر كل من جاء من بعيد ومن قريب في حفل تابين الفقيد أحمد طالب صالح المرزقي، ونحن نقول أهلا وسهلا. يتذكر القوم هنا سيرة القائد الملهم أحمد طالب الذي بات مصدر إلهام لمثل هؤلاء الشباب وغيرهم من الأحرار في مواجهة القوى الظلامية. لم يمت أحمد طالب، فسقاياه ودروس التضحية والفداء التي سطرها ستبقى حية في نفوس الأجيال. كمال شنيتر لقناة الغد المشرق محافظة شبوة. قبض برشلونة على صدارة الدوري الإسباني بقوة بفوزه على فياريال في المرحلة 21 من الليغا، وعزز برشلونة موقعه في الصدارة برصيد 56 نقطة بفارق 11 نقطة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد الذي تأجلت مباراته ضد ضيفه إلتشي إلى الأربعاء المقبل. حققت السباحة التشيلية باربرا هرنانديز إنجازا جديدا من خلال القيام بأطول سباحة قام بها شخص في مياه القطب الجنوبي لمسافة كيلومترين ونصف في درجة حرارة وصلت إلى درجتين. وقالت باربرا إن الغرض من السباحة هي إلقاء الضوء حول القارة القطبية الجنوبية والتحدث عن الاهتمام بالمحيط وكل ما يحدث مع تغير المناخ. وكانت باربرا حطمت الرقم القياسي لموسوعة جينيس في عام 2022 بسباحتها مسافة 1800 متر في 15 دقيقة و3 ثوان. نهاية النشرة، تذكيرا بالعناوين.
القوات الجنوبية تضبط شحنة أسلحة بمحافظة لحج في طريقها إلى الميليشيات الحوثية. بمناسبة يوم اليد الحمراء، مطالبات لميليشيات الحوثي بالتوقف عن تجنيد أطفال اليمن. والهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي تنظم دورة تدريبية لتطوير العمل الصحفي والإعلامي. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.